اخوان السلام عليكم. فيديو اللي تيتسنى كل شيء تيست رايد ديال هاد العفريته هادي ياماها تينيري 700 اللي في نظري انا من احسن الموطر اللي خرجات ياماها. موتور ديال الحجر الرمله لوطا مدينه الجبال فين ما كان تيدوز هاد الموتور هذا كروس كبير وصافي. راه قالوا الناس قبل يعني باش نديرو تيست رايد مزيان لهاد الموتور على حقو طريقو خصنا شي بلاصه اللي فيها اوفرود مزيانه, واحسن بلاصه حنا بالنسبه لينا هنايا هي الغابات ديال افران والنواحي. داكشي علاش نتلاقاو في افران. مرحبا بكم في مدينه افران. دابا غادي يمكن لينا نديرو تيست رايد الموتور على حقو طريقو. اجيو بعدا قبل نشوفو الموتور عن قرب ونشوفو لي زوبسيون اللي زايدين فيه. العموريه حيت انا اللي عمرتو على يدي فيه بزاف ديال البيس زايدين. اجيو نتقربو معايا. هانتوما اخوتي اول حاجه غتبان لكم زدتلو الديكالك. الديكالك هذا ما كانش فيه, كان ديكالك دوريجين ديالو. زدتلو هاد لي كراش بار, لي سوبور ديال لي فاليز لاتيرو حدا من هنا حدا من ليه. زدت له السوبور ديال توب كيس حيت هادي بوحدها وهادو المجنب بوحدهم بو شريتو به. هاد البياس هاد الصغار بحال هادي بي ال اكسسوار نتوما فيهم سميت تينيري. هادي هنايا هاد الكاش ديال قاز الفران. هاد اللعيبات هادو فاش كتكون داير اوف رود كتكون واقف على الموتور مزيان باش تيسكور جديد ما تيبقاش يزلقو. بياسات هنا السينيالات مربعة. وهذا هذا مهم, هذا كاشفار باش كتكون داير اوفرود كيكون قدامك شي واحد كيبقى يضربك بالحجر. جرب زاد عرفت قيمته. شنو اخر زدتلو هاد اللعيبه هادي كانوا فيها غير عاديين في الاول. هاد البياس هادي فيها تيلاري كتجي زوونه باش كتبش تسطور ولا شي حاجه. هاد السبوره هادي ديال جي بي اس او لا ماشي ضروري جي بي اس, تيليفون اخر ولا شي حاجه. وفيه لي فور يو اس بي هنايا جوج تشارجي منو. نوخر المهم بزاف ديال البياسات. هاد الكيد ديال السلسلة هادو باش كتكون داير اوف رود نفس ديال الكروس عارفين كنقطع لهم السلسلة ولا شي حاجة. هادي كتكيديها في بلاصتها. شنو اخر انا داكشي لي زدتلو راه نسيت هاد البياسات هادو اللي كيلصقو في كراش بار تعطو ديكور زوين حتى الا طحت يجيو فيهم هما شوية خلاص. صابو موتور مهم هذا دور جيل ديال ياماها. كتكون في واحد الصديقه هنا ديال السواش داكشي انا حيدتها هادي حتى كنكون مسافر عاد كنديرها. والديكال هذا النيف هذا تيعطي شويه واحد ديزاين الموتور زوين. الدنيا هنايا هانتوما كتشوفو واحد الحاجه مهمه خلاص نساها. الناس ديال التينيري اللي عنده التينيري غيعطي القضية. التينيري فيها واحد واحد المشكل هو فيبراسيو كتكون غادي كتجري فيبراسيو في الكوتور كيبقى يبان كيفيبري. هاد الحديدات هادو تينقصوك شويه من داك الفيبراسيو ما تيبقاش هذا مكان. السنسات ديال الجوان واحد البياسه اخرى هي زدتها وخلاص. داكشي اللي كيديرو عباد الله في دونج بلاكيت كدا تيضرو بموتور راكم عارفين. هادشي اللي بالنسبه للبياس. وبالنسبة أخوتي الكونتور ما كاينش شي فرق كبير بينه وبين ديال التهيمية اللي كان عندي. هذا تيبانو فيه لي رابور هنايا يعني حاجة دوريجين في هاد الكونتور تبان لك فيتاس باش غادي. وفيه هاد البوطو هنايا مهمة هادي حيت أوفرود يعني باش تحيد الأبي إس بلا ما تحيد لابيزي بلا والو كتقف كي على هادي بحال هكا أوتوماتيكمون كديزاكتيفا الأبي إس وكتولي عندك الأوفرود. نعم سيدي اخوان دابا ندوزو للجانب التطبيقي. اول حاجه نديرو خصنا نبدلو هاد اللبسه هادي نلبسو اللبسه ديال الكروس ديال الاوفرود. نايس يلا معايا. على بركة الله. اولا اخوتي بعدا نخليكم مع الفيديوهات الموتور كي كان فاش يلا شريتو. انتم كما كتشوفوا قدامكم الموتور فاش يلا شريتو خاوي يعني هاد البياس كاع اللي وريتكم قبل راه كلشي هنا اللي زدتهم له. تاكك زوين هو كل واحد والذوق ديالو كل واحد وشنو تيعجبو. انا عجبني ندير موتور هكا بهذا الستايل هذا يعني خاص بيا
وعادي زعما ماشي انا اول واحد غي كاع الدراري اغلبيه كنلقى عندهم تينيري تيديروا له الديكالكات اللي يبغاو. دابا خوتي ندوزو للمعقول ندوزو نشوفو التينيري علاش قاده. دابا خوتي بعدا نسيت يعني ديما تبغي تدخل الاوف رود كتوقف كدير بومور وما تكونش كتحرك تقابلك على هاد البوطونه هاي ابي اس اون اوف كتعز شنو بغيتي. انا درت له دابا اوف دابا راني نخدم لو بي اس هو كتسك تكون انت الا مولف كتفراني بلا بي اس بهاني سك يعني تاقلم معاه ماشي انت داير سو او بي اس وكتفراني قدام راه غتجي بالربعه يعني عرف راسك بلي راه عندك لو بي اس كتفراني اكثر يا بولور القدام غتبقى طيح بزاف. اوه واو سمحوا لنا مع التينيري ما فيش مستحيل اخوان هذا الموتور هذا كما هو معروف راه 70% اوف رود و 30% رود مي هذا ما تيعنيش انه ما صالحش في الطريق بالعكس انتم كتشوفوا في الطريق عادي جدا تسبب تكون البناوات لك شي ديال لو كرابويات يعني ديال 100% اوف رود كل شي وحدين اللي 50% 50% ولا باش يولي يخدم لك هنا هنا حيت كاينين دي بلو اللي فيهم كرابويات كبار بزاف تتبقى تولي تحس بفيبراسيون في الطريق. مي بجميع الحالات راه موتور مخير ديال اي حاجه كتنعس به كيما بغيتي ياه ما عندكش مشكل. البنود القدام من اكبر لي بنو اللي كاينين ديال الاوف رود ديال 21 هادشي اللي تيخليه انه تيطلع في التريطوار كيما بغى يكون واخا يكون كبير وهادشي اللي تيخليه انه يكون مانيابو في الطريق بزاف يعني كتولي تلعب به كي بغيتي. والكيدون ديالو واعر 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 انا في وسط المدينه يعني شي بلايص اللي ما كنتش كندوز بهم ب 800 اللي كانت عندي تندوز بهم ب 200 اللي كبيره اللي نورمالمون هي اللي ما خصنيش نكون نقدر ندوز بها. كاينين درجات كبار مي مي معناناش اننا نهبطوا فيهم يا سلام هذا راه الموتور اللي كيشاركوا به في رالي داكار باش تكونوا عارفين هو ديك كي تي ام 690 الا ما خصني نكذب. الماكينه اللي كاينه في هذا هي اللي كاينه في الامتي 07 وهي اللي كاينه في الامتي 07 تراسر يعني هاد الماكن ديال اليوم عاد تيديرهم في بزاف ديال الماطر وهادشي ما تيعنيش انه صافي راه غتقارنوا بحال الامتي 07 حيت نفس الماكينه راه لازم مازال مقارنه غير الماكينه هما موتور موتور اخر موتور اللي في الكونسوماسيون ديالو كونسوماسيون مويان ديالو في وسط المدينة بين 4.5 لهكتي كتكسيري حتى 5 وفي الطريق الطويلة 4 تيفوتش 4 هذاك النهار جاي به. المهم من طنجة حتى المكناس راه دو بلاص كلا لي واقيلا شي 100 درهم 120 درهم ولا شحال يعني شي 4.2 هكاك دو بلاص بلاصة وحدة طريق طويلة غياكل لك 4% مغيفوتهاش يعني في كونسوماسيو ديالو مخير حتى هنا ناضي هدا خوتي راه ماشي الموتور ديال يعني هاد الاوفرود وصافي راه تسافر بيه يعني تضرب بيه الطرقان الطوال حتى هو هو في واحد لافونتاج انه خفيف فيه 204 كيلو عامر يعني بالبلانات ديالو كاملين. اما الا كان خاوي من ليسانس خاوي من داكشي كامل راه غير شي 185 يعني ما غتلقاش شي موتور اخر لي اوف رود بحال هكا لي ترايل فهمتيني. يعني الجي اس راه فيها شي 280 افريكا توين فيها شي 240 وقيلة يعني هذا خفيف داكشي علاش تيحبوه الناس ديال الاوف رود. الجلسه ديالو مريح جات مرتاح مخير كاع سافرت ب 800 سافرت بهذا واخا المواطن ما تتقارنوش هذا مريح جدا طبيعة الحال لحقاش هذا من الفئه ديال لي ترايل بطبيعة الحال خصهم يديروه مرتاح جي بتشارجي التليفون ديالك انا زدت عاود جوج ديال لي بور يو اس بي هنايا
تستمتع بالطريق على روز طرلك تسافر به. تمني مياه كانت عندي ما كنتش كنستمتع مزيان زعما هكا نبقى غادي صايق و تنشوف و نتمنظر. أغلبية حاني على الموتور شوية أخي ما تشحنيش بزاف بحال الروتين، تشحني على الموتور و الكسيراتور و الصوت هذا لا عرفتي بحال اللي راك بحال كاس شكريسي و أنت كاس كتمنظر ليا مع راسك ما كتكسيري بيه انتوما كيدير مزيان ما كاين لا كيدوناج لا والو ديجا راسو واخا هو تدخل الاوفرود ولا الرمله ولا داك الشيء يرجع كروس راه في الطريق الطويل عاوتاني تيرجع رايل. يعني باش كتفرين القدام تحس بيه شويه الفريناج ناقص بطبيعه الحال على الموتور، حيت انا كنقول هاد الهضره حيت انا جربت 800 و800 راكم عارف يعني موتور اللي تيجري وثقيل خص بالسيف عليهم او بالايجي خصو يديرو له فريناج واعر داكشي باش هذا جاني فريناج ديالو ناقص شويه. هذا صالح بزاف للناس اللي بغاو بقا يسافروا ويضربوا الطريق وفي نفس الوقت بغاو بقا يتشغلوا فيه يعني في الطرقان اللي قاصحه يدخلوا في شي بلايص اللي قاصحه ما بغاوش يبقاو يجوا مع الطريق وصافي وشي بيست خفيف. هذا لو كنت باغي تزيد تستمتع اكثر تينيري هي الحل. موتور اللي ماكشش طويل غيعذبك بزاف كيما مكرصني دابا انا فيه 170 ماشي ما غتسوقوش لاكشي طويل غيكون احسن هادي ما تلقاش معاه صعوبه لاكشي طويل. الا شريتي هاد الموتور خاصك تشري ليه كيبمو ديالو حيت غتقد دوز شي بلايص مكرفصين ونسيت الثمن هذه حاجه مهمه الثمن ديالو اخوتي ديال تينير بعدا موديل جديد راه خارج ب 2019 راه ما كاينش موديل قبل كانوا موديلات قدام ولكن هذا ديزاين وكذا راه خارج من 2019 حتى 2022. الثمن ديال هذه راه تيتراوح بين يعني 12 ونص 13 14 اخوان عندكم شي تساؤلات عندكم شي حاجه باغي تسولوني عليها على هذا الموتور ولا شي حاجه راه كنجاوب كلشي دوزوا انستغرام ديالي هو هنايا وحركوا التفاعل شي شويه شحال هذه ما حطيت فيديوهات باش نعاود نرجعوا بقوه عاوتاني لهاد يوتيوب هذه راه خبرنا عليه مده يوتيوب راه كتغفل عليه غير شي شويه تنساك. يلا اخوتي نتلاقاو فيديو جديد بيس.